عليكم ورجعت لكم في حلقة جديدة من طباعات ون بيس. وهالحلقة آتاتاتشي سناو ني ايامار با يوشي زاماس. وشفنا وهاب اللي سواها بارتلوميو، جينا في الحلقة هذه حلقة مرة رهيبة. الحلقة اللي فاتت الإبداع اللي سواه بارتلوميو شيء غير طبيعي، إنه قام من جراحة زي كذا وطبق الضربة، وبرضه إبداع سواه كفندش شايل روبن، وفي نفس الوقت صراع نفسي مع هاكوبا ووصلها فوق إلى التل. لما أغمى عليه كثير ممكن قال ليش أغمى عليه، طبيعي راح يغمى عليه. أنت نفسك لما بس تفكر وأنت تسوق تفكر وتسرح ممكن يصير لك حادث. هذا في نفس الوقت صراع مع نفسه ويحمي روبن من نفسه ويوصل روبن للجبل. إبداع اللي سواه كفندش. روبن لما وصلت على تل الزهور أول شيء سوته أنها حمت ريبيكا من الطعنة اللي جايتها من القذر ديامانتي. المسار اللي سوته روبن لتحريك وتغيير مسار سيفر ديامانتي هذا الشيء رائع. طبعا سويتها بطريقة اللي احنا كنا نسويها الاول، جينا نقلد حمامة تشو تشو قالت الديامانتي اعدائك في ظروف سيئة. قال طبعا انا مو قاعد اقاتلهم، انا قاعد اعدمهم، يعني بعدما بسوي في اللي ابي، مو بلازم مساواة. قالت هنا انا بحمي ريبيكا، تفضل هيتاي سان ايها القائد. كيروس كيروس نظر نظرة، الحين انا معاك على قدم المساواة، بنتي ماني بخايف عليها. في يصلح أقول الشنب؟ لا لا لا، في درع خيالي ألماسي واقي لبنتي، الحين أنا اللي أتصرف وياك، تعال تعال. من جهة ثانية انتبهت فيولا، موجود طبعا كانجو الساموراي الثاني اللي يسميها نينجا لأن عندها قدرات تجسسية نينجا وكذا وطالع يمين ويسار، فقاعد يقول لها شريك. انتبهت إن العجوز الشمطاء رجعت. قلبي قبل لا أفصل عليها وأي شيء ثاني، خلوني أعلق تعليق رهيب. كثير كانوا يقولون أيام الكولوسيوم إن بارتلوميو إنسان وغد، إنسان شرير اشتهر بجرائمه. قعدت أقول لو إنه بينضم بارتلوميو، يعني أنا قلت في الحدث هذا توقعي الأكبر إنه ما حد راح ينضم، بس إذا في شخص بينضم فلحق إنه بارتلوميو. وكانت مشكلتي الوحيدة على بارتلوميو كيف قالوا عنه انه وغد، يعني كيف لوبي بيضم واحد وغد كان يمشي ويقتل في الناس وجرائم كان يسويها، يعني حسسوني كأنه كابتن كيد. موقف صار في الحلقة هذه، أتباع جلاديوس وهم شايلين على النقالة جاهم بارتلوميو قال لهم وين؟ ما مات؟ حتى لو انا قالوا لو ما باقي بحياته إلا أسابيع أو بيشفى بعد أسابيع أو أي كانت الكلمة اللي قالوها، قالوا له اسمح لنا ان احنا ننقله نعالجه ارجوك، خلك رحيم وخلنا نوديه. شخص قاسي وقذر كان بيقول لا يا حبيبي ما راح اسمح لك، خاصه اذا الاشاعه اللي يقولونها عن بطلومي صحيحه انه كان شخص صاحب مجازه ووغد واواواوا. لكن يا بطلومي قال خلاص يلا يلا امشوا شيلوا شيلوا، مما يعني انه كانت مجرد اشاعه غير صحيحه وممكن تكون من الاشاعات المغرضه مثل ما قال عن روجر من قبل انه الشيطان وانه جلب الشر للعالم، فقد يكون هذه بس شيء يشوهون بسمعه بارتلوميو من شيء سواه من قبل، يعني ممكن انه ابدع بشغله من قبل وقرروا تشويه سمعته عشان لا يكون البطل القادر، وهو مهمه انه ينظف سمعته وكل همه انه يلاقي السنباي. عشان كذا بارتلوميو لما وصل هنا كان كل اهتمامه انه ياخذ الفاكهه ويروح اللوفي. لفة سريعة كذا ظنيتهم بيروحون البيكا لاني شفت مثال بيكا، لكن ما راحوا. نيو مستر سينيور ياخذ الحلقة هذه، انا مستقصد فيها الحلقة هذه، انا مستقصد فيها. من زمان ما شفنا شيء من قدرات سينيور، الحلقة هذه جابوها. من زمان ما شفت شيء من العجوز الشمطاء والحين جابوها. المعركة اللي صايرة ما بين فرانكي وسينيور، للحين فرانكي يضرب سينيور يصد يصد ويهرب، ومثل ما يرجع فرانكي يضرب سينيور يصد، هذا الشيء انا احبه في سينيور. بيكا يهرب ما يصد، هنا سينيور لا يصد
هذا الشيء صراحة أثني عليك يا سينيو، بغض النظر عن شكلك القذر، بغض النظر عن البامبرز الوسخة اللي أنت لابسها غيرتها، كل شوي نازل في الأرض تتوسخ البامبرز حقتك شوي مبقعة تراي. سينيو في قتاله مع فرانكي قاعد يصد هجمات فرانكي، مو قاعد يتلاعب، لا وأني شيء يستحق أني أتقاتل معاك عليه. يعني لو يوسم سينيو صراحة بشكل أفضل كان شفنا قتال العمر، ولحد الحين فرانكي يلكم وسينيو يصد، هل معناها ان سينيور اقوى من فرانكي وان فرانكي الحين لازم يظهر لنا قوته الحقيقيه ويتقاتل بشجاعه؟ هل فرانكي يسوي هالشيء اعتقادا منه ان لازالوا الناس في خطر وانه لازم يسوي كذا عشان يماطل، ام هل فرانكي يسوي هالشيء عشان يعطيهم فرصه لانقاذ مانشري اول ما يعرف فرانكي الحين ان الدمى تحررت، التوانتاتا كلهم تحرروا، والرهينه اللي كانت ممسوكه عشان التوانتاتا تحررت راح ينطلق؟ وهذا اللي انا اشوفه منطقي، فرانكي قاعد للحين يماطل، لحد الحين اكثر الشخص ذاق الامرين في الحدث هذا، ذاق السوء كله فرانكي. جيولا او جورا راحت الى مانشيري الاميره وقالت لها اعطينا بخاخ الماء السحري اللي عندك، هي تظن عندها بخاخ تشبه ماء سحري اللي يشفي المرضى، وتبين انها من قبل هي اللي عالجت شوغر بالطريقه هذه، والحين اللي موجودين كل المهزومين جي شوغر وهذا تونتون نسيت ايش كان اسمه، وجايهم غلاديوس وتبي ترجعهم من جديد، مما يعني ان الحرب بتقوم على الناس المنهكه من جديد. هنا مصيبه صراحه، مصيبه. مانشيري رفضت المساعده وبينت ان مساعدتها من قبل كانت مساعده لهم، الحين تبين ان انتم ناس اشرار وانا ما ابي اساعد الاشرار، وقامت تبكي. هنا جيولا وذي قال كواي خقوا عليها، يا حياتي يا جيولا والله لو تسوين اللي تسوين قبيحة. عاد جيولا يوم تسوي كذا حقت بو هانكوك، يخبيتك منين سمعتيها قولك بو هانكوك؟ شو الكلمة المتشابة مع بو هانكوك اللي سمعتيها؟ يخرب بيتك، لا 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 تسوينها، لا 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 بليز. طبعا تبين بعدين عن طريق الصدفة اكتشفت ان البخاخ السحري هو دموع مانشيري، طبعا في الاساطير القديمة ايضا موجود دموع العذراء اللي تشفي الالام وتعالج الناس، واحيانا توصل الى الخلود بعد، دموع العذراء هذه تعطيك الخلود. طبعا هي مجرد خرافات وخزعبلات زي ما قلت لكم، لكن صراحه تضيف اودا للاساطير من كل جهه من كل نوع، زي ما قلت لكم في تصريحات اودا انه مهتم بكل شيء سواء اسطوره خزعبلات اشاعات، يجمعها وسوى منها ميكس رهيب جدا. الرعب اللي ما فيه اسف حبيب قلبي، توني اليوم مدحك قاعد اجهز حق حلقه الومضات اللي ببداها الاسبوع هذا ان شاء الله، وقاعد اقول اسب بطل البحر، اسب خلاص وصل مرحله انه فعلا يسمى بالبطل. طبعا اسب هو جزء بسيط من الومضات اللي انا قاعد اجهز لكم ومضات حق شخصيه خطيره وخياليه، استنوا بس لا تستعجلون، خلوني اجهزها واصورها وتشوفونها ان شاء الله يوم الجمعه. في كلمه لازم اتوجع عنها، لما سويت حلقه العضو العاشر قلت ان اعضاء تونتاتا اقوياء اذا هم كجماعات، اذا انهم متفردين ترى قوتهم بسيطه وسهل التعامل معهم. ليو اليوم قال لي اوس انت خطا، تونتاتا كجماعات او كافراد فيهم قوة خيالية. ليو الحالة الهزيمة اللي سواها كنت أقول يلا لأنه صغير ولو بقدرين عليه، بس لما خيط المنفذين مع بعض وخيط جيولا وتلهم، والله يا ليو ودي إني أنا اللي صاحب معاه، ليت لو جي وهو جاي بالعظمة اللي هنا اللي في نهاية الراس، عدو أصلع زي ويعرف الأثر حق العظمة هذه ويجيبها هنا، لا لا هنا تدري، خلو جي هنا وغلاديوس هنا، ابي اشوفها حاطه يدها على الخشمه وتتلوى من الالم. ليو صراحه اظهر قوه خياليه في التعامل مع الافراد، التعامل مع المجموعات، كونه انه يعني صغير كذا ويجمعهم كلهم بالخيط حقه اوكي، لكنه سحبهم وكاب صاحبه جرفهم من على الارض، جرفهم كلهم خياليين هذول اثنين بس، هذا الحاله جرفهم من على الارض. ولا تنسون هذا اللي عنده فكره تونتون ترى حجمه مو بسيط، جرفهم وطيرهم، وليو بسرعة خيالية خيطهم مع جيولا وسحبهم عندها قوة، يعني مو بشدهم انهم يلزقوا، لا سحبهم بحيث ان ارتطامهم فيها خلى يغمى عليها، قوة خيالية شفتها في ليو. وبعدين امسك بالاميرة مانشيري في مشهد رومانسي خيالي، الاستوديو صراحة جابه بشكل حلو، لقطة رومانسية لما قالت مانشيري عن ليو كأنه امير فعلا، وسمولي القزم هذا برسمه حلوه،
ولما امسك بمانشي وتجي تطم الكوبا ويقول لها كنا وزنك زاد. حيوان حيوان انت حيوان. عيب لا تقوله. قل حق جيولا لا تقوله حق مانشي. تونا نقول كواي خبل انت. ويرجع المشهد على لوفي والحد الحين بلمي قاعد يصفق في لوفي. طان 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 طان. لوفي يقول له جسمك ما حيستحمل. بلمي قال كلمة حقه لا تشفق على عدوك. مو معناه انك تحقد عليه. مو معناه انك تكرهه. مو معناها انك تمثل فيه. لا. لكن واجهه بالكلام. ما عليه واجهه. بالنصيحة ما عليه واجهه. ما عليه واجهه. لكن لا تشفق عليه. وهذا الشيء اللي كان يبي وصله بلمي لوفي. خيرا. استوعب وقرر المواجهة مع بيلامي. شفت نظرة لوفي نظرة عيونه خيالية. خلاص وصلت معه هنا. بس في كلمة قبل يا لوفي قلتها أنت لبيلامي. لا تحمل جسدك أكثر من طاقته. طيب حن علينا إحنا حملتنا إحنا أكثر من طاقتنا. حملتني هم وأنا أقول لك فكني منه أو فوق الهو. الحين بتكلم عن تلميحاتهم لمشاهد الحلقة الجاية اللي صارت في نهاية الحلقة وبعضكم يعتبرها حرق وما ألومه. هنا تقدر توقف الفيديو اني بكمل عن الموضوع هذا. لكن في حال انك شفتها او ما يهمك كمل معاك. اللي شفناه من تلميحات اللي بيصير في الحلقة الجاية انهم اخيرا راح ينتقلون الى المعركة الثانية وحكم معركة سينيو بينك وفرانكي. وانهم ناويين يلمحون لك شيء من اللي صار في الفلاش باك حق سينيو بينك. اتمنى ان الفلاش باك هذا يكون اما في بدايه المعركه او في نهايتها. ما اشوفه في النص. طبعا بدايه المعركه صار لنا اكثر من 3 شهور من شفنا بدايه المعركه هذا. لكن اقصد بدايه ذروه المعركه اللي راح تصير. او انه بعد ما يقضي فرانكي على سينيو او سينيو يقضي على فرانكي. المهم انكم لا تقطعون. واهم شيء عندي انه القتال. ارجوكم في الحلقه الجايه او اللي بعدها خلاص جبعت من حفاظة سينيور. واضح ايضا من مشاهد الفلاش باك اللي طلع انه ماضي سينيور ماضي غريب جدا وماضي مؤثر. ممكن نشوف شنو السبب اللي قاعد يصير فيها الحين. لكن انا اتمنى انه يقنعني ليش شكل سينيور كذا. على فكره راح يكون هو المنفذ الوحيد اللي يجيبون له ماضي خاص فيه غير الفلاش باك اللي صار. مما يعني ان الماضي حق سينيور له دلاله خياليه اما في الاحداث او من ناحيه القيم. خاصه ان اودا من الناس المتعلقين كثير بالقيم الرجوليه. لما تشوف مواقف زورو سانجي فرانكي سينيور تعرف ان اودا متعلق كثير بالقيم الرجوليه. فالفلاش باك الجاي اما انه بيوضح قيم خياليه او انه راح يضحكنا ضحك خيالي او انه يعطينا شيء غامض في القصه له علاقه بسينيور. في النهايه اتمنى الانطباع عجبكم. استنوني يوم الجمعه مع رمضات ون بيس. لا اهم شيء لا تنسون شير لايك سبسكرايب. شوفكم.